كان متنرفز جدا، وكان يعني لولا بقى التدخل عندنا يعني بروديوسر اسمه ايمن يوسف، جسمه ضخم فهو اللي اتدخل في الموضوع، فانا بشكر طبعا زميلنا ايمن يوسف. ايوه داخل يعني مثلا اتدخل خوفني ولا يعني ايه؟ انت عارف ايه، لا يعني وقف في النص بس عشان كابتن رضا حاول يعدي منه، بس الحمد لله ايمن جسمه ضخم وطويل وبسم الله ما شاء الله. فكابتن رضا يعني فكرة ال انا عايز اتكلم بس قبل ما نقول فكره، نقول الفكره اللي انت عايزها. يرضي ربنا ان انت لسه مخلص يوم 30 يجي لك يوم الخميس جواب على نادي طنطا ان انت في مجموعه القاهره؟ ده اتحاد الكورة. طيب انت بتتكلم في مشكلة تانية. ايوه هتكلم في مشكله عشان بس الناس تبقى فاهمه، لان دلوقتي في ناس كتيره في طنطا. انت مشيت، انا ما مشيتش. انا اللي حصل كله ان في كذا لعيب مشي من والدوري شغال، وفي لعيبه بعد كده اللي هي اعراض زي جده خلص اعارته، محمود منصور خلص اعارته، محمد اشرف خلص اعارته، واخد بال حضرتك، احمد صافي خلص اعارته، دولت اللي كملوا من الناس اللي هي كان احمد صافي ده اللي كان موجود في حرس الحدود. وهو كان ماضي 6 شهور بس، يعني مش اعاره. اللعيبه دلوقتي لما عرفت بقى لها 3 ايام، انا دلوقتي اللي عندي قوام لعيبه كلها 11 لعيب من القدام. اللعيبه لما عرفت بعد الخطاب اللي جه ده، كله مش عايز يقعد لك في النادي، كله عايز يلعب دوري ممتاز، فكله جري عشان يجيب لك عقود عشان يمشي، عشان بس الناس اللي هي ايه اللي عامله فيها جهابزه هناك وعمالين يكتبوا لي كل شويه انت مشيت انت مشيت. محمد العاشر مشي امبارح، والراجل عنده عقد جاي من اسوان. انا قلت بالاتفاق مع الاستاذ فايز واللجنه الفنيه، اي حد كمل معايا، الناس دي ناس محترمه، لو جاله اي عرض يمشي. عندك البديل؟ احنا على حسب ان احنا في الدوري الممتاز، في كتير لعيبه كتير كلمتني وهنبقى معاك والكلام ده. النهارده بعد اعلان ان نادي طنطا في مجموعه القاهره في الممتاز به، كله تكلمه شكرا 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 شكرا. طيب انا دلوقتي كله اللعيبه يعني، ايوه اللعيبه اللي كانت عايزه تلعب على امل انها تيجي تلعب دوري ممتاز، فكله خلع كله بخ، وانت عملت القرعه ان الدوري يوم 25، وانا ما جبتش لعيبه على حسب ان انا كنت في الممتاز ب في الممتاز الف. طب دلوقتي احنا بقينا في الممتاز ب، هتلحق من هنا اول ماتش يوم 25 بالنسبه لمجموعه القاهره بتاعتنا؟ يرضي ربنا، يرضي ربنا ان انا ما عنديش الا 10، اجيب لعيبه منين دلوقتي؟ وكله طبعا الممتاز مخلص قبلنا باسبوعين لو تفتكر. طب نحاول نجيب الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس يا عم، هيجي يعمل ايه؟ لا طبعا دي قضيه، لا ياجلوا، في راي تاني يا كابتن بس انا لازم نسمعه، هم يسمعوا بس. هو لو دخل ياجل، يدينا شهر تاني نجيب فيه لعيبه، اصل احنا الفرقه الوحيده اللي هتظلم يا اسلام. انت نازل، المفروض ان انت نازل عشان ترجع زي ما هم قال لك. طيب مع ان المفروض ان انت ما تنزلش، لانك هم 14 نادي كان في الاول مش موافق، من ضمنهم نادي طنطا، وكان عنده اصابات كورونا، وقالوا لهم وخدوا عقود العبوا ده دوري استثنائي. طب انت عايز حصل هبوط، استنى بس والنبي ما تقاطعني، حصل هبوط في الدوري الممتاز به وعلى راسه ريشة، ده كان 5 ماتشات والفرقة اللي هابطة كانت باينة، ترسانة كان باين انها هابط، البلدية باين هابط، الأولمبي باين انها هابط، حصل؟ إنما أنت لعبت 18 مباراة عشان هبت الدولة والدنيا والدين ماشي، كل ده هتاخد فلوس وهنعوضك فلوس، عشان طبعًا بعد الكورونا ما كانش في الأندية فلوس، وبالذات الأندية الغلابة، فهتاخدوا فلوس. الدكتور أشرف صبحي مشكورًا عمل لهم معسكر، المعسكر ده اتكلف 1,000,000 جنيه؟ يا عم 5 مليون جنيه. هل المعسكر ده هو اللي كان ده احنا اخر ماتشين يا اسلام، ماتش المصري ده كان بتاع نادي طنطا، تأجير الملعب في برج العرب ب 82,000 الملعب بس، الاتوبيس بياخد مش عارف 20 ولا 25,000، اقامه اللعيبه ال 20 لاعب والجهاز الفني هنخش نقول 30 واحد، شوف الغرفه بتتكلف قد ايه، يعني انت في ماتش زي ده هتخش لك مثلا حوالي 300,000، مفيش فلوس، وكنا نروح في نفس اليوم بس الماتش كان الساعة 5. طب انت عقبال ما توصل، اتكلمت مع الأستاذ فايز مشكورا، اتصرف وعمل لنا ماتش ام بالأخير،
والله ما نعرف ان هو الساعه 3، قلنا هنروح في نفس اليوم على حسب ان هو الساعه 8. قال لك لا الساعه 3. طب وكان يوم جمعه، طب ما انت عبال ما هتصلي الجمعه وتيجي من هناك مش هتلحق الماتش، فلازم هنبات. الاستاذ فايز مشكورا اتصرف وجاب الفلوس بتاع المعسكر وبيتنا، واخد بال حضرتك؟ انت بقى دلوقتي جايب لي النهارده ان انا في مجموعه القاهره، هلحق اجيب لعيبه واعمل لي اول ماتش ليكم 25؟ انا عايز اعرف مين الجهبذ اللي عمل كده. انتوا كده بتشتغلوا ضد النادي، اولا انتوا هبطتونا ظلم وافتراء، لان زي ما قلت لك كده 14 نادي، نادي طنطا مش موافق، في رخصه من الاتحاد الدولي الفيفا لما قال لك لو اي نادي مش عايز يلعب مفيش عقوبات عليه، في اي لعيب مش عايز يلعب لا النادي يوقع عليه عقوبه ولا الاتحاد يوقع عليه عقوبه، لان احنا في كورونا وده موسم استثنائي، ورغم كده قال لك اهبطوا. اهبطوا ايه؟ طب انت كسرت اللوائح تحت، ما كسرتهاش فوق ليه؟ هتقول لي الثلاث فرق دول اللي هيعملوا لك مشكله في الجدول؟ يا عم اعمل مجموعتين وربنا هيخلص في شهر 3، لو عملت مجموعتين هيخلص الدوري كله في شهر 4 مش في 3. طيب خلصت؟ لا لسه. انا دلوقتي كنادي طنطا هجيب لعيبه منين وانا عندي ماتش يوم 25؟ ما انت كنت بتدور على ان انت في الممتاز، وفي لعيبه كتير، انا مش هضحك عليك، في لعيبه كتير كانت نفسها تلعب دوري ممتاز، لما بقى بخ وبقيت في الممتاز به كله دلوقتي قفل تليفونه وما بيردش عليك، واخد بالك؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، انا هجيب لعيبه منين دلوقتي والفرق اللي هي بدات من اسبوعين قبلك خدت كل اللعيبه المميزه، انت مش لاقي لعيب تتعاقد معاه دلوقتي في الممتاز به، وكل اللي هتروح تتعاقد معاه يطلعوا لك اعاره ويقول لك 250 300 الف جنيه ده في العاره، يا اما تشتريه بقى خش في المليونات. ينفع؟ يرضي ربنا؟ فانا عايز حد من اتحاد الكره يطلع يقول لي، او من لجنه يطلع يقول لي، يا اما اللي عايز يخدم النادي. هو في الجزئيه دي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه المؤقته ياجل لنا شهر، يعني بدل ما هو 25/11 يبقى 25/12، ادي فرص للناس، لان كده كده احنا هنلعب منتخب مصر. سؤال يا كابتن رضا، استنى بس، هنلعب منتخب مصر عشان يبقى عندنا توقفات عشان نقول لك ده في لعيب اتاخد من عندنا، ولا رايحين الدوله اللي هي الاولمبيه، ولا لينا اي ارتباطات؟ يعني انت لما تبدا 15 تخلص في شهر 5 خلاص الدنيا زي الفل كده وتمام التمام. انت بتحدد كل حاجه علشان مصلحه نادي؟ لا، مصلحه الكره المصريه. افهم افهم، ما كل الفرق. هل الازمه في نادي طنطا ولا في انديه تانية؟ لا انا طب الانديه هتلعب ازاي؟ بقيه الانديه اسمع انت بس بتتكلم. ايوه هتلعب، لان هي افهمني، لان هي كانت عارفه ان هي في الممتاز به ومرتبه اوراقها من فتره. مرتبه اوراقها من فتره. انا بقول لك دلوقتي لعيبه في الممتاز به بتيجي تكلمهم يقول لك انا عايز، لان عارفين ان انت مقرش، بيقول لك عايزين قد كده. عارفين ان انت ايه؟ مقرش، يعني هتديهم فلوس كويسه. واخد بالك؟ طيب احنا يعني، طب هات لي اللعيبه دي وادفع لها فلوس، ما عنديش مشكله، بس الاقي اللعيبه، ما كل اللعيبه المميزه تسكنت خلاص يا عم اسلام. وتيجي بعد كده رضا عبد العال فشل، رضا عبد العال ما اعرفش ايه. الله، لا هل انت بتقدم مبررات من دلوقتي على يا جدع ومروح بقى؟ يا جدع ومروح بقى، لا مبررات. انا بقول لك ما عنديش ال 10 لعيبه، ده امر واقع. 10 لعيبه اللي عندي العب بيهم، طب اكمل 11 ازاي؟ هات من ناشئين. حلاوه يا والنبي، ده الاهلي والزمالك ما بيعتمدش على الناشئين. احنا على الهواء. ايوه، ما تخلينيش اقول لفظ عشان بقى ما تقفلكش البرنامج. اهدى يا عم اسلام، لاجل النبي اهدى. ايه ده؟ عشان ما تخليش طيب دخلني حد. انا بقول لك الاسئله، انا بقول لك الناحيه الثانيه، كنت لسه مع المسؤولين في اتحاد الكره واتكلمنا في الجزئيه دي. قالوا لك قال لك يعني ما اللي في ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. طيب ماشي، انا بقول لك هم قالوا قرات وخلاص. طب انا هبدا نحاول نجيب جمال محمد عادل. يا عم اي حد يجي، اي حد يجي ينقذنا من الورطه السوداء دي. ما بيردش لغايه دلوقتي، هو مش هيرد ولا حد هيرد. هو يعني ما تخليناش نقول حاجه بقى، ما انت اللي هتعاقب عليها، انا مش هتعاقب، انا كده كده انا مالي، كل واحد مسؤول عن كلامه. نطلع فاصل.